السلام عليكم أزول. بونجور تو موند. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الغداء ديالي اللي هو الكفته بالبيض بلا مطيشه. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل تاع زعما الحموضه ما كيعجبوش مطيشه بزاف. المهم انا الكفته ديالي ديجا درت ليها العطريه، غندير لها شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح، شويه ديال الثوم، انا غندير ثوم بودر، ثوم بودره، شويه تاع سكينجبير، هادو هما وشويه تاع التحميره، هادو هما المقادير اللي كان والملح ما نساوش الملح. هادشي هو اللي كندير ليها في العطريه وكنقطعها، ماشي كنديرها كويرات، غير كندير ليها هكا باش غير طيب ليا. والبيض وزيت الزيتون، نبداو الوصفه كما كتشوفوا. نبداو على بركه الله، درت هنا شويه تاع زيت الزيتون، غير كنحس بها كتطلع شويه. كندير ديك الكفته ديالي كما كتشوفوا، راه انا بحال هكا قرص تاع ماشي ما كبرتهاش باش دغيا طيب ليا. كنبدا نلوح ديك الكفته ديالي في القلا بهذه الطريقه دغيا كطيب. بلا كنتو زربانين وعلى حسب الناس اللي عندهم مشكل تاع ديال الحموضه. كنخليها هكا حتى كتطلع شويه، تبدا تحمر شويه، كنقلب فيها بلا ما نطول الفيديو، نقطع حتى تبدا تحمر شويه ونوريها لكم. كيما شفتوا معايا هكا ملي كيبدا يقلي كتبدا تطيب ديك الكفته، كتولي هكا تروح كاع دوك اللدام اللي فيها، اللي ما بغاش هاد اللدام راه كينقصها. اللي زعما ما عنده مشكل طيب فيها البيض يقدر يخليها كيما قلت لكم على حسب الحموضه. الناس اللي ما كيبغيوش مطيشه مع هاد اللي حنا كنديروها مع مطيشه، الناس اللي كيبغيوش مطيشه بزاف كتكون كتجي مخمضه، وعلى حسب عندهم مشكل تاع المعده هاد الطريقه الكفته بالبيض احسن وكتجي سريعه. كيما هكا كتبدا تصيب هكا كنبدا نقلبها شويه، كنحس بها راه طابت صافي. كنقاد في المخلة ديالي على هاد الشكل. أنا هنايا ديجا درت هاد البيض، شفتو هنايا وكنقصو ليها كل البيض ديالي. لعز عليا خلط البيضة، خلطو لي باغي يخلي هكا، أنا هكا نحلو شوية باش يطيب ليا دغيا هاد الملح بهاد الشكل. كندير شوية تاع الملح غير على حساب البيض، ندير ليها شوية ديال القزبر والمعدنوس والفلفل والكمون والبزار اللي بغا، اللي بغا يزيد ليها اللي بغا. كنغطيها وكنخليها تطيب باش تطيب البيض منين توجد مصورة. كانت هذه هي المقله ديالنا بالبيض والكفته، ها هي راه صافي طابت وجدات. نتمنى تجربوها وكما قلت لكم راه سريعه زعما، وفي نفس الوقت تقدروا نديروها وجبه رئيسيه في الغداء ديالنا ولا العشاء ديالنا. كما كتشوفوا هي هذه راه وجدات، كنتمنى تعجبكم وان شاء الله تجربوها. وشكرا على المتابعه ديالكم وعلى التشجيعات تاعكم، وشكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم، ميرسي بكم.